او بتتقاس بالديجيتال ملتيميتر على البرسنتج على البرسنتج. هنا بقى بنعمل سيموليشن. بصراحه ده انا الراجل استاذي انا الله بقى يمسيه بالخير مهندس سليمان شامخ، يعني هو اللي علمني الحاجات دي. الراجل ده كان عميد في الجيش وكان بيعدل على الدبابات على فكره ده حقيقه، وقعد هنا عايش هنا اكتر من 25 سنه في الوكاله دي، وانا الحمد لله كنت واحد من الطلبه بتوعه وعلمني. يعني الراجل ده كان عامل سيموليشن اني شوف مثلا على سبيل المثال، شوف يقول لك لو حصل هنا السلكه دي فتحت ايه الكود؟ الكود هيبقى 27303. هو عامل كده وراجل يعني يمكن ما حضرش زينا الكمبيوتر ولا الباور بوينت، هو عامل كده ويقول لك لو جالك شورت في الحته دي هيبقى عندك 262، لان الشورت ده في سلكه الباور اللي مغذيه كل حساسيات الانوار. المهم في الكورس ده احنا بنحكي مور ديتيلز، وميزه ان احنا ذكرنا الراجل ده الله يمسيه بالخير يا رب ويديله الصحه. ازاي تقيس السيجنال؟ ازاي تقيس على فكره في تيست من التستات بعرف بيه الاي سي ام كويسه ولا لا، بشيل السنسور واقيس مكان السيجنال، تديني حاجه اسمها بولوك فولتج اللي هو 6.6 فولت او 6.5 فولت او ساعات اللي هو 10 و9 فولت، لو مش موجود تعرف الاي سي ام كده ربنا خلاص ايه. مع السلامه. الله يرحمه. يعني فكورس فعلا ممتاز، انا لاحظتكم مهتمين بالالكترونكس عشان كده. لا هو انا بس انا بقى ايوه بالظبط، هي دي اللي بقول عليها. كان زمان مش بيبرمجوا يا جماعه، زمان مش بيبرمجوا. شايف انت عايز فلاش فاير؟ عايز برمج؟ روح اشتري دي شيلها وركز. لسه فدي اسمها بيرسوناليتي مديول لغايه دلوقتي في الاي بي بيقول لك بيرسوناليتي مديول بارت نمبر، بس هو مش قطعه ده سوفت وير. دلوقتي بقى سوفت وير، زمان كان البرسوناليتي مديول قطعه. لسه كان يعني والله هقول لك كل اللي سالوني على التواريخ والسنين وكده. ادم 1 فضلت شغاله او عملوها سنه 1988. ادم 1 زي ما قلت لك فيها 40 بن واحد بس، 40 بن، فما كنتش اقدر اوصل عليها حساسات كتير. فهي دي بالنسبه لادم 1، وطالما ادم يبقى راكبه على ايه؟ راكبه على انجل. لما تيجي بعد كده تشوف عملوا ادم 2. ادم 2 ابتدوا يعملوها سنه 1993 وفيها اثنين كونكتور 40 40، فادتني امكانيه ان انا اوصل عليها حساسات اكتر واكتر. او في بعضها في والكود، في بعض الاي سي امات دي داخل لها خط وكود وخارج منها خط وكود.